الآن خلينا نرجع بس على الشات ونشوف كيف احنا راح نقرأ الرسائل. تمام، حلو. الآن أنا يا شباب بدي أبعث وأقرأ رسالة من الفاير ستور. عشان أتعامل مع الفاير ستور فلازم أنشئ متغير اسمه فاير، مش فاير أوث يا شباب، وإنما فاير بيز، اللي هو فاير بيز فاير ستور. تمام، خدمة الفاير بيز فاير ستور في انستانس نفس فكرة مين؟ الفاير بيز اللي هو الأوث. فأنا ممكن أقول له فاير بيز فاير ستور جيت انستانس. تمام، فالجيت انستانس يا شباب راح ترجع لي موضوع اللي هو نفس فكرة الفاير ستور، راح ترجع لي انستانس أتعامل معه. طيب حلو، بس هو هنا مش متعرف على الفاير بيز فاير ستور. طب ايش المشكلة؟ خلينا نشوف موضوع الفاير ستور الانترودكشن جيت ستارت، اكيد راح يكون في شيء لها اضافه. فهنا بيحكي لك انه هاي الفاير ستور داتابيز في لها وضع التست مود اللي انا راح اقول لكم عليه، بس قبل هيك بيحكي لي انت يا معلم لازم تضيف مين؟ الامبلمنتيشن تبعها. فنرجع على الكود، نعمل كومنت لهاد، نروح على الجرادل، نضيف هنا الفاير ستور هاي سينك ناو 100%. فهو هيك ضاف لي اياها الفاير ستور على المشروع. عشان نتاكد اذا هي ضافت ولا لا نرجع هنا نقول له فاير بيز فاير ستور دوت جيت انستانس. تمام، الان هو المفترض يكون ضيفها، بس يبدو انا يعني السبيلنج يكون 100%، هذا اس سمول. فالان لاحظوا الان الفاير بيز فاير ستور هي انضافت على المشروع، فهذا بترجع لي انستانس. فانا ممكن اقول له دي بي ويساوي كذا، ولو انا ضغطت الت انتر لحاله حينشيل المتغير من نوع الفاير بيز.